نحيا مصر وشعب مصر، نحيا مصر وشعب مصر. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن فجر هذا اليوم لمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجانب من التدريبات التي قام بها طلاب كلية الشرطة، ولقائه بعدد من طلاب هذه الكلية أو بأغلب طلبة هذه الكلية من المستجدين وغيرهم، وكذلك لقائه حسب ما أظهرت هذه الصورة بعدد من أولياء أمور الطلاب الذين كانوا حضورا في هذا اليوم. الرئيس السيسي استهل زيارته لأكاديمية الشرطة فجر هذا اليوم وتابع التدريبات الصباحية. هذه الزيارة التي استمرت حتى ضحى هذا اليوم، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي جانب من التصريحات التي ربما تأتي كاملة على مدى الساعات المقبلة، لكن كان من أبرزها توجيه التحية من الرئيس السيسي لأهالي طلاب كلية الشرطة الذين حرصوا على تقديم أبنائهم كفداء لهذا الوطن، وتقديرا لتضحيات أبناء رجال الشرطة. كذلك ثمن الرئيس السيسي الجهود المبذولة من قبل قوات الشرطة إلى جانب القوات المسلحة في إطار العملية الشاملة سيناء 2018، كما تم التأكيد على الإشارة التي سبق وأن أعلنها الرئيس السيسي بأن العملية لا تتم ومنذ بدايتها على محور واحد، وإنما عبر جملة المحاور الاستراتيجية ومهددات الأمن القومي في مصر. هذا جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في وحضوره كذلك الإفطار مع عدد من طلاب كلية الشرطة. الرئيس السيسي كذلك كان قد قام بزيارة مماثلة للكلية الحربية، والتقى جانبا من طلابها وقام بجولة بالدراجات الهوائية، وكذلك تناول وجبة الإفطار مع طلاب الكلية الحربية، وكانت له كذلك تصريحات موازية لهذه التصريحات التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا اليوم.